الشيب تاعنا لازم نقوميو البلاصه اللي حنحيو منها الشعر باه الشعر اللي يكون تحت الجلد يخرج. جو المقشر حيخلي هذاك الجلد الميت يتنحى والشعر تاعنا تخرج باه نقدروا نحوها بلاسيغ. انا هنايا كنت استعملت سكر وحنزيد له شويه عسل نخلطو مليح. لا حبيتو تزيدو الزيت جو بريفير تزيدو له ربي ما نديرش ديكا جو بريفير تزيدو له زيت جونسون تاع الاطفال هذيك شحال هايله ترجع لكم لابو تاعكم كنت عليه بيبي. انا اليوم ما عنديش دونك ما حاش نديرها ندير غير الزيت ندير غير العسل والسكر ونقومي البلاصه اللي حبيت نحي بها. الوغ مور ما كملنا درنا قماش للكوغ تاعنا دوكا نجو نوجدو لاسيغ تاعنا. بون هانيك لاباري تاع لاسيغ تاعي كيما كنت تشوفو حاشاكم اهي مسخه دونك حنوريلكم كيفاش تنقوها. الحاجه الاولى هو نشعلوهم باش هاد لاسيغ لا يدخل الذوب. نحو كامل هذيك لاسيغ تاع الداخل واللي ما قدرتولهاش واش تجيبو تجيبو نابورت زيت كان عندكم ولا سيغ لي تبقى لكم قلت لكم جيبوا نيمبورت زيت كان عندكم وديروها ديروا الداخل كملوا ومسحوها. هذيك صفاية ما حبتش تنقالي ما على باليش علاه مي من بعد نقيها مليح. هذيك صفاية الدور تاعها انه زعما كي تستعملي لاسيغ هنا ديريها في تنحي بها شعر من بعد ديريها داخل هذيك صفاية من بعد الدور تاع هذيك صفاية انها تفرغ لك الشعر على لاسيغ فهمتوا باش تقدري تستعمليها دوزيام فوا على ما كان. الوغ اليوم راح نستعمل هاد لاسيغ تاع سوفت سكين بزاف شفت بنات هضروا عليها. الوغ شريت باطا صغيره قلت نسيها اذا خرجت عليا نزيد نشري باطا كبيره سينو. ما قبل كنت نستعمل هذه تاع ميم كارثه البنات اللي حبت تشري لاسيغ بالك تشروها كراف تتكسر دايوغ دوك ندير لكم دوك ندوب لكم شويه وتشوفوها بعينيكم كيفاش تتكسر. فوالا دوبت لكم كوانتيتي قليله برك باش نوري لكم باللي تتكسر. دوبت لكم في المغرف باسكو داو نقيت لاباغاي ما حبيتش نخسرها دوك نسيها لكم وتشوفوها بعينيكم. فوالا هاي الكلاسيغ تاعنا دوك نبليكيها قدامكم. شوفوا البنات هاول حاجه ما تنحيش وثاني تتكسر شتو كيفاش تتكسر تكسر قاعديك وما تنحي والو. هدرت لكم على لاسيغ ميم دوكا تسي سوفت سكين حنسي على بسم الله نبداو نشعلوها قبل ومن بعدك نفرغو لاسيغ. هنايا هاني درتها ودابت لي دوك بيان سور ما حاش نديروها هكا فوق الحمله باسكو راهي بزاف سخونه راح يخرجونا تجاعيد دوك نخلوها تبرد شويه. فلوطون اللي تكون تبرد لازم نروحو نوجدو لابو تاعنا. قبل ما نابليكيو لاسيغ تاعنا لازم نديرو تالك. علاش نديرو تالك؟ باش كي نديرو لاسيغ تحكم غير في الشعر ما تحكملناش الجلد تاعنا تما تنحي غير الشعره ما تحكملناش الجلد تاعنا باسكو كي تحكم لنا الجلد راح تتجعد وراح يخرجونا تجاعيد. فوالا دونك اول حاجه نديروها هي تالك. الوغ نديرو شويه تالك. شحال دار نديرو شويه ما تحمسوش كيما انا كي نابليكي الطالك تاعنا وتكون بردت شويه العصير نبداو نابليكي ونابليكي كيفاش يقولوا مع نمو الشعر. فوالا نتبعوا نمو الشعر كي تنشف تشوفوها نشفت نحوها عكس نمو عكس اتجاه نمو الشعر. فوالا شوفوا حشاكم حشا قدركم كيفاش نحات اون بلوس ما توجع ما والو والله العظيم ما توجع يا البنات وماشي ما تكسرش كيما الاخرى. شوف جو جايه ايلاستيك بزاف عجبتني هاد لاسيغ وباذن الله كي نخرج نزيد نشري باطا كبيره. فوالا كيفاش جايه مكتوب هنا بورتو تيب دوبو كاع انواع البشره
ماما تكملو تنحيو الشعر من كامل البلايص داك وحابينهم، ديروا زيت الفازلين. زيت الفازلين تساعدكم باش تهدئ لكم البشره وتمنع انه الحبوب يظهروا فوالا. فوالا وصلنا لفان تاع الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ومديت لكم كاع واش نعرف وكاع واش نستعمل انا وكيفاش ندير. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم وتخلوا لي رايكم في الكومونتير. باي، عايز صحيتو.